عندنا بيت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هنا احنا وضحنا بيت السيدة عائشة رضي الله عنها من الداخل، وبيتها كان عبارة عن غرفة مسقوفة لها سقف تنام فيها السيدة عائشة وينام فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الجزء الخارجي، هذا الحوش، الحجرة اللي بدون سقف، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير على الأرض في الغرفة، لكن سريره في الحوش. معظم وقته صلى الله عليه وسلم في البيت كان يقضيه وهو مستيقظ على هذا السرير، وهنا يستقبل الضيوف والصحابة والوفود. وللبيت بابين، باب إلى الروضة الشريفة إلى الحرم، وباب إلى خارج البيت، وهذه نافذة فتحها النبي صلى الله عليه وسلم لبيت ابنته السيدة فاطمة الزهراء، من شدة حبه بابنته كان يطمن عليها في وقت كل صلاة ويوقظها لصلاة الفجر. لما توفى النبي صلى الله عليه وسلم توفى على سريره في الحوش، فاحتاروا الصحابة بمكان الدفن، فقال سيدنا أبو بكر: سمعت النبي يقول الأنبياء يدفنوا حيث يقبضوا، فأزاحوا السرير وحفروا في نفس المكان، شوف المرحلة الثانية، شق ولحد قبر للنبي صلى الله عليه وسلم، ووضعوا سرير آخر لغسل النبي، وغسلوا النبي من فوق ثيابه، ما أخرجوا ثياب الرسول عليه الصلاة والسلام، أدبا مع النبي، وما طيبوه لأنه هو رائحته أطيب من الطيب، ما يحتاج أحد يطيبه صلى الله عليه وسلم. ثم ألبسوه الكفن وهو عبارة عن 3 أثواب من فوق ثيابه، وأزالوا سرير الغسل ووضعوا سرير النبي هنا، ووضعوا النبي على السرير حتى يصلوا عليه، فبدأوا الصلاة الرجال، يدخل من باب الروضة يقف هنا يصلوا على النبي فرادى، واللي يخلص الصلاة يخرج من باب البيت، وتدخل المجموعة الثانية يصلوا ويخرجوا حتى انتهوا جميع الرجال، ثم الأطفال، وثم النساء.